كان يا مكان في قديم الزمان، وغالبا في عهد الاستعمار، كان واحد النصراني عنده واحد الضيعة، مزرعة جميلة جدا، مزرعة غناء فيها الفواكه، فيها الخضار، فيها جميع ما يشتهي الإنسان. مزرعة جميلة ورائعة جدا. في هذه المزرعة كان يوميا كيجي لها واحد الشخص، كيهز معاه واحد الشطيلة وكيبغي يتوضى. وهاد الشخص هذا ملي كيكمل الوضوء ديالو كيعمر ديك الشطيلة بالكرموس، كيعمرها بالكرموس وكيغادر المزرعة. يوميا كيقوم بهذا العمل، ويوميا النصراني صاحب المزرعة كيراقبه، كيدخل يتوضى، كياكل كريميسات، كيعمر السطلة بالكرموس، وكيغادر المزرعة. يوميا كيدخل المزرعة، كيعمرها كياكل كريميسات، ويعمر السطلة بالكريميسات، وكيغادر المزرعة. واحد النهار النصراني صاحب المزرعة تقلق، معجبوش الحال، معجبوش هاد العمل اللي كيقوم به هاد الشخص هذا اللي كيسرق من المزرعة ديالو. النصراني كيتعب وكيزرع وكيسقي وكيقابل، وكيجي هاد الشخص هذا بسهولة وكيخول ليه الثمار اللي تعب عليها. واحد النهار هو يعرض عليه، قال ليه اجي عندي للدار، مرحبا، انا راه داير واحد الوليمه وعرض عليك. فعلا ذلك الشخص مشى عند النصراني المنزل ديالو، دخل عنده المنزل، الزوجه ديال النصراني حطات المائده وحطات لهم الاكل. الاكل كان عباره عن حلوف، حلوف. هذاك الشخص مني شاف الحلوف هو ينوض، جمع الوقفة وناض، ويسولو النصراني مالك فلان، قال لي حنا الدين ديالنا محرم علينا ناكلو الحلوف، ممنوع ناكل اللحم تاع الخنزير، محرم علينا. هو يجاوبو النصراني، قال لي اللحم تاع الخنزير محرم عليك وما كليتيهش، ولكن انك تسرق ثمار ديال شخص اخر اللي ما تعبتيش عليهم وما قمتي حتى مجهود باش تحضيهم ولا تغرسهم وتاكل هذا الثمار، ما جاكش هذا الامر سرقه، جاك عادي. اذا حلوف كرموس. والهدف من هذه القصه هو ان الشيء اذا كان حرام فهو راه حرام، ماشي حنا اللي كنحللو اللي بغينا وكنحرمو اللي بغينا.